بسفر الحياة دروس عظم تفيد اللبيبة تزكي العمر لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا الوطن للجميع ويبقى الآثار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من ويبقى الأثر. غازي القصيبي الوزير السعودي يكتب حول ذكرياته في زياراته المتعددة لرؤساء ودول العالم، وهو مرافق لوفد بلاده. في كتابه الوزير المرافق نقف معه حول رصده لأحوال غريبة من الرؤساء والملوك وما يدور في الكواليس من محادثات ومواقف، وبدورنا نفتح من خلال اقتباسات من كتابه حوارا مع ضيفنا الأستاذ محمد إلهامي ليفسر ويشرح هذه المواقف ويعلق على الملفات والقضايا التي تهم الشارع الإسلامي. نرحب بك أستاذ محمد. حياكم الله شيخ عبد الله، بارك الله فيك. أستاذ محمد، غازي القصيبي له كتابان، كتاب حياتي في الإدارة وكتاب آخر وهو كتابنا اليوم الوزير المرافق. بداية قبل أن نبدأ بالتعريف به، لماذا اخترنا هذا الكتاب الوزير المرافق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عادة كتب المذكرات كما كنا ذكرنا في الموسم الثاني نحتاج أن نختار منها ما هو أقرب وألصق بحالاتنا، يعني إذا كنا في زمن ثورة فيعني مذكرات الثوريين أقرب إلينا، إذا كنا في حالة أزمة سياسية فمذكرات السياسيين أقرب وهكذا. نحن في عالمنا العربي من المؤسف أنه الحالة السياسية هي حالة من الصناديق سوداء، حالة لا تعرفها أبدا، ويعني على خلاف مثلا ما يكون في العالم الغربي، هناك اختراقات للصحافة، هناك صحافة استقصائية، هناك كتب تنشر، هناك جلسات استماع في البرلمانات. أما ما نحن في عالمنا العربي فأنت لا تدري أبدا أي شيء يخص ما يحدث في عالم السياسة، فلذلك تكون مثل هذه الكتابات التي يعني تخترق الحجب السوداء وتلقي ضوءا على بعض هذه الشخصيات من الكتب المفيدة. فهو يعني كما ذكرت له كتابان، حياتي في الإدارة وهو أشهر، يعني كتاب حياتي في الإدارة للوزير غازي القصيبي أشهر لأنه كان وزير له باع في يعني الحالة الحكومية السعودية، ولكن كتاب الوزير المرافق هو بالنسبة لي هو أكثر فائدة بكثير، لأنه يعني ألقى الضوء على عدد من الشخصيات. طبعا هي الفكرة الأول، كلمة الوزير المرافق هو الوزير الذي يصحب رجال دولته، يعني الملك أو ولي العهد في زياراته الخارجية، أو الوزير الذي يكلف بمرافقة زائر قادم إلى البلد، مثلا رئيس أو ملك، فيتولى هو ترتيب شؤونه. فهو غازي القصيبي قام بهذين الدورين، استقبل أحيانا بعض الرؤساء والملوك وهم في الزيارة للسعودية، وكذلك صاحب الملك أو ولي العهد وهم في زيارات إلى بلاد أخرى. ويسجل في هذه في هذا الكتاب ذكرياته في مثل هذه الزيارات الخارجية ما يستقبل من ضيوف. هو ذكر الحقيقة عدد من من الضيوف الذين أتيح له أن يلقاهم في مثل هذه الزيارات ويسجل انطباعاته عنهم. من أول الشرق، يعني من أول أنديرا غاندي التي كانت رئيسة الهند، مرورا بالحبيب بورقيبة والقذافي والملكة إليزابيث وفرانسوا ميتيران، هيلموت كول بتاع ألمانيا، فرانسوا هذا بتاع فرنسا، هيلموت كول بتاع ألمانيا، وطبعا جيمي كارتر ونيكسون وكيسنجر وبرجينسكي وعيدي أمين أيضا. وعيدي أمين. لكن نبدأ الأول بالتعريف بنفس هذا غازي القصيبي. نعم، طبعا غازي القصيبي هو وزير، لا شك الإخوة أهل السعودية يعرفونه جيدا، لكن ربما لا يكون معروفا مثل هذه الشهرة لبقية العالم العربي. هو يعني وزير تولى ثلاث وزارات، وزارة الصحة، وتولى قبلها وزارة الكهرباء، وتولى بعد ذلك وزارة العمل أيضا. وهو طبعا نشأ في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية، لكنه درس الحقوق في القاهرة، وبعدين خد الماجستير من أمريكا، ثم الدكتوراه من لندن، ويعني كان حاضرا كسفير، لأنه عمل كسفير للسعودية في البحرين، وكذلك عمل سفير للسعودية في لندن،
لكن تميزه الأساسي كان في حضوره من خلال المؤسسات التي ترأسها ومن خلال وزاراته، لأنه شهد في هذه الفترة، الفترة النفطية، والتي يعني كان فيها توسع هائل في حركة إنشاء المؤسسات وفي التنمية وكذلك. لكن هو كذلك له وجه آخر، وهو الوجه الثقافي، وهذا الذي جعله أكثر الوزراء السعوديين شهرة. يعني كثير من الوزراء السعوديين لا يكاد الناس يتذكرونهم، لكن هو غازي القصيبي كان بالإضافة إلى هذه المهام الحكومية شاعرا وروائيا، وله عدد من الدواوين وعدد من الروايات كذلك فوق كتابيه اللذين ذكرناهما، وهو محسوب على الخط العلماني أو الليبرالي. يعني أنت تعرف السعودية كانت يعني كانت السلطة السعودية ترتدي اللحية وتقرب العلمانيين، فهو يعني كان في هذا الخط، ولكنه لم يكن يفصح، أو يعني لا أقول لم يكن يفصح، أقول كان يتدثر برداء الأدب والرواية والشعر والقصيدة. ومع ذلك أيضا لم تستمر علاقته جيدة به السلطة السعودية، فهو رغم أنه علاقته كانت قوية بالملك فهد، وهو الذي يعني أدخله إلى مجلس الوزراء، لكن بعد ذلك أظن بعد 3 سنوات من الوزارة أعفاه. وبعض الناس يذكرون بأن قصيدة غازي القصيبي له قصيدة معروفة اسمها الرسالة الأخيرة من المتنبي لسيف الدولة، فيعني يتوقعون بأنها كانت تعبيرا عن علاقته بالملك فهد. طبعا دخل أيضا في اشتباكات مع الإسلاميين مشهورة، مشايخ مثل سلمان العودة وبقية مشايخ الصحوة. وعلى كل حال هو بالمناسبة مات 2010، يعني قبل أن تخلع السعودية الرداء الإسلامي. مات 2010 عن 70 سنة، هو مولد 1940. والسعودية متعودين يعني ترتدي وتخلع يعني حسب الأوضاع، بس لكن الخلع الأخير هذا لكن هذا لا هذا تفاقم، هذا جاءهم نعم. طيب الآن هو المزية لو تسمح لي شيخ عبد الله، إنه هو يلقي الضوء على يعني من خلال هذه المواقف أنت تدرك بعض الشخصيات المختبئة التي لا تعرفها عن الحكام، وتدرك أيضا بعض المواقف المختبئة التي لا تروى في الإعلام. يعني هو في كل هذه المواقف ذكر يعني نقاشات وسجالات وقعت وختمها، يعني الكتاب هذا مختوم بأنه نقل ما حصل في قمتي فاس، قمتين انعقدتا في المغرب سنة 81 و82 تخص القضية الفلسطينية. فأنت ترى السجالات الداخلية، طبعا الأخبار كلها بتقول إيه القادة العرب بيهتموا بالتشاور، وكلام لا ينبني عليه عمل ولا تفهم منه موقف. فهذه من مزية هذا الكتاب أنه طيب الآن هو يسجل مواقف من سواء كانت في الخارج لرؤساء عرب وملوك حتى غربيين، وفي نفس الوقت أيضا ما يستقبل من ضيوف القادمين إلى السعودية. لكن هل ذكر ما يتعلق أيضا بملوك وأمراء ووزراء في السعودية؟ هل له علاقة؟ لأنه الآن هو يذكر هذه المواقف وهو مرافق. نحن لا نتوقع منه أبدا أن يذكر شيئا عن هو، حتى مع أنه روى عدد من المواقف المخجلة، مخجلة فعلا ومخزية كمان يعني، لكنه حين كان يتعرض لها من الجانب السعودي كان يتعرض لها بكل التهذب والأدب. يعني هو ذكر بأنه بعض المطالب الأمريكية من السعودية كانت في غاية الوقاحة، في غاية الوقاحة، لكن دائما يقول لك وقد امتص الملك فهد أو الملك خالد ببراعته وأعصابه، مش عارف إيه هذا هذه الوقاحة، وقالها نفكر في الموضوع ده. لكن من المفيد يعني لا تتوقع منه أن يذكر شيئا عن المسؤولين السعوديين في طبيعة الحال، يعني ربما هذه للتذكير حتى نضعها في الإطار. ولا بالنهاية وزير سعودي ورجل سعودي. طيب الآن هو تحدث في أحدى الفقرات أيضا عن الرئيس كارتر، فدعنا نستمع لهذا الاقتباس من كتابه. إلا أن الرئيس غير من آرائه بمرور الوقت بعد أن كان يفكر في الاستغناء عن كامب ديفيد المنتجع الجبلي المخصص لاستراحة الرئيس، أصبح كامب ديفيد مكانه المفضل. ولعلها من مفارقات التاريخ أن ارتبط هذا الاسم ارتباطا تاما بإدارته دون غيرها من الإدارات. حي الزعيم عادت لتواكب دخول الرئيس وخروجه، ومن يدري لعل الحياء وحده هو الذي منع جيمي من تخصيص يخت جديد لنزهة الرئيس. إذن هذا تعليق على جيمي كارتر. هذه لها قصة. هو يذكر أنه حين ذهب
يعني زار أمريكا في مشهدين مختلفين. زارها أيام نيكسون، وطبعا نيكسون في ذلك الوقت كان وزيره الأخير أو الرجل الثاني في وقته كان ثعلب السياسة الأمريكية المعروف هنري كيسنجر. ثم زار أمريكا في الفترة التالية، وساعة إذن كان الرئيس هو جيمي كارتر، وكان رجله الأخير أو الذي يحاول أن يرث مكان كيسنجر هو بريجنسكي. طبعا كلا الرجلين بريجنسكي وكيسنجر مشهور، حتى في كلاهما تولى الأمن القومي وكلاهما له كتابات ذات أبعاد استراتيجية. وهو يذكر أنه نيكسون كان حريصا على الفخامة الإمبراطورية، يعني أنت لما بتدخل رجل ذو هيبة حريص على وجود موسيقى ترحيب، حرس سلام. كيسنجر يتكلم عن أنه سحره كان طاغيا قادر على يعني ممازحة الجميع، وعلى يعني شخصيته تنشر هيبتها على المجلس، حتى أنه كيسنجر يعجب به المسؤولون الأمريكيون الآخرون، يعني المسؤولين الصغار وحتى الذين يخدمون في قاعات العشاء كانوا يعجبون بقدرات كيسنجر. كيسنجر أم نيكسون؟ كيسنجر. نيكسون حريص على المظاهر والفخامة الإمبراطورية. طبعا في عهد نيكسون وقعت فضيحة ووترغيت، وهذه جعلت نيكسون يتوارى خلف الأضواء، وكذلك ألقت بنجمها على كيسنجر في ذلك الوقت كان يتولى أغلب الملفات. هنا يذكر أنه لما جاء بعده جيمي كارتر، جيمي كارتر أراد أن يحذف صورة نيكسون الرجل الإمبراطوري المتسلح بالهيبة الحريص على يعني فخامة المظهر الرئاسي. فأقول لك فبقى عمل إيه بقى يعني عمل كل المشاهد التي تجعله كواحد من الشعب. حتى اسمه الرسمي جيمس ما غيرهوش، خلاها جيمي. جيمي اسم دلع يعني زي جيمي، وكان يوقع بجيمي. تخلى عن منتجع كامب ديفيد، ده المنتجع اللي هو خاص بالرؤساء الأمريكان. لما بيحب يعني لما بيقضي فيه إجازته الأسبوعية. تخلى عن اليخت الرئاسي الأمريكي، بدأ يحاول يقلل من موكبه. المهم يعني حاول إرضاء الجميع، وحاول أن يبدو بالنهاية يتقرب إلى الشعب وأن يصير واحدا منهم. يرجع غازي القصيبي فيقول بأنه هذا الأمر لم ينجح. وبدأ رويدا يستعيد كل ما كان قد تخلى عنه جيمي كارتر، لدرجة أنه كامب ديفيد مرتبطة بجيمي كارتر أكثر من ارتباطها بأي رئيس أمريكي آخر، لأنه كان فيها طبعا الاتفاقية المشهورة. وبيقول طبعا أن بريجنسكي كان بيحاول يقلد كيسنجر، لكن لم يستطع أن يصل إلى قدره في الشخصية والمواهب، فلذلك كان يبدو كمدع فارغ ومغرور، ده بريجنسكي بخلاف كيسنجر اللي هو إيه مالي مكانه. هنا بس لفت نظري أنه إذا كانت الديمقراطيات العريقة لم يصلح فيها أنه الرئيس يتخلى عن هيبته، فكيف بالبلاد التي يعني طبعا أتذكر هنا الدكتور محمد مرسي رحمه الله، يعني كيف بالبلاد التي هي خارجة من حالة استبدادية ولا تعتاد ولا يمكن أن تعتاد على رئيس قد فرغ نفسه من الهيبة؟ يعني إذا كان واحد في أمريكا ديمقراطية منتخب ديمقراطيا وعاد بالنهاية إلى أن يتحلى ببعض المظاهر السلطوية. طبعا هنا يعني الهيبة القصد أنه الهيبة من أركان الحكم، الهيبة لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها وإلا أموره لا تسر. ومع كل محاولات جيمي كارتر أن يكون كواحد من الشعب لم يكن محترما، فاضطر أن يتسلح ببعض هذه المظاهر، ومع ذلك لم ينجح لأنه كان مترددا. هذا يذكرك به يعني أول من التقط هذا على حد علمي في تاريخنا الإسلامي كان سيدنا معاوية رضي الله عنه. سيدنا معاوية بلغ سيدنا عمر في المدينة أن معاوية يتخذ حاجبا ويسير في موكب في الشام. طبعا سيدنا عمر اللي هو كان ينام بين الناس في المسجد أرسل إليه مستغربا ومستنكرا، بلغني أنك تتخذ حاجبا وتسير في موكب. فسيدنا معاوية قال له قال يا أمير المؤمنين نحن في ثغر، أنا لست هنا في المدينة بين العرب
نحن في ثغر، وهؤلاء قوم تمكنت هيبة الروم من قلوبهم. الوالي الرومي الذي كان موجودا في دمشق كان مصحوبا بكل مظاهر الأبهة والهيبة، وبالتالي فحين يأتي آخر يود أن يعني ينسخ أو ينقل الطبيعة العربية البسيطة الموجودة في المدينة، إنه سيدنا عمر كان أي حد يعرف يكلمه، أي حد يعرف يدخل عليه، فيعني بهذا الشكل لا نأمن الغيلة إنه يبقى فيه جواسيس، وكذلك لا نستطيع أن ندبر أمور الناس، لأنه الناس تعودت أن تهاب حاكمها. فسيدنا عمر حين وصلت هذه الرسالة قال: ما جادلتك في أمر إلا وجدت لك رأيا، لا أمرك ولا أنهاك. فيعني بالنهاية لو أردنا أن نقرب الصورتين فنقول أنه كارتر عاد في النهاية إلى إلى رأي معاوية رضي الله عنه. لكن يبقى القصيبي يبدو أنه أيضا رأيه في كارتر أنه ليس ذو شخصية قوية. نعم، هو رأيه أنه كارتر، هو بالمناسبة حتى الناس المثقفين اللي هم مهتمين بمسألة القراءة السريعة، فاسم كارتر اسم موجود في كل في عدد الرؤساء الذين يقرؤون. هو كان يقرأ قراءة كثيرة جدا، وكان يقرأ قراءة سريعة جيمي كارتر، فهو مشهور في هذا الباب. وغازي القصيبي في كتابه يتكلم عن أنه لو في حد في الرؤساء الأمريكان بيشتغل أكتر فهيبقى كارتر هو أكتر واحد شغال، لأنه وجده حتى في مفاوضات يكون أسرع، ويعني أسرع استيعابا للمشاكل العميقة والمعقدة، ولما بيتكلم في مشاكل الشرق الأوسط لا يحتاج إلى أحد من مساعديه، فهو سرعان ما يقرأ وسرعان ما يفهم. ويقول: وكان أكثر الرؤساء الأمريكيين عملا من الصباح الباكر إلى آخر الليل، ومع ذلك لم يكن كارتر من الزعماء الذين يستطيعون ماذا نقول يستطيعون أن يحل المشاكل أو أن يعني يقود بنوع من الزعامة. يعني هو يعمل كثيرا، يقرأ كثيرا، يجتهد كثيرا، لكن لم يكن هذه الشخصية القوية، تنقصه الكاريزما والمبادرة والجرأة. نعم. طيب، لا أيضا ذكر الحقيقة عقدة رؤساء أمريكا دائما هي ما تعلق بالكيان الصهيوني وما يزعمون أنه أمن إسرائيل، دعنا نستمع إليه في هذا الاقتباس. كان كارتر متحفظا إزاء الفكرة، فكرة الدولة الفلسطينية، لأنه يخشى من تهديد أمن إسرائيل. كان الأمير فهد صريحا: أي تهديد لإسرائيل؟ إذا كانت 20 دولة عربية عاجزة عن تهديد إسرائيل، فهل تستطيع دولة ناشئة صغيرة أن تهدد إسرائيل؟ ولكن الاتحاد السوفيتي قد يستغل الدولة الفلسطينية ويحولها إلى قاعدة عسكرية ضد إسرائيل. وهل تمكن الاتحاد السوفيتي من تحقيق ذلك عن طريق أصدقائه من الدول العربية الأقوى والأقدم، حتى يتمكن من تحقيقه عن طريق الدولة الفلسطينية؟ يعني الآن الملاحظة هو كل رئيس أمريكي لابد أن يظهر الولاء لإسرائيل ويعطي الأولوية لأمنها. نعم، حقيقة في هذا الكتاب لغازي القصيبي بعض المشاهد المهمة فيما يخص القضية الفلسطينية، والتي من النافع إنه الشباب أو القراء أو المشاهدين يرجعون إليها. طبعا هذه الفقرة التي سمعناها هو كانت حوار بين الملك فهد، طبعا في ذلك الوقت كان أميرا، كان ولي العهد يعني، وبين الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. كانت إيه المشكلة؟ فهد يحاول أن يحصل من كارتر على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية. كارتر كعادته أو كعادة الرؤساء الأمريكان في يعني اختلاق الذرائع وفي الانسحاب وفي التنصل، بيقول: والله إحنا لا نستطيع أن نعترف بالمنظمة الفلسطينية إلا لو اعترفت اعترافا صريحا بإسرائيل. وانت عارف بقى يعني ايه ده، وعد عقده الدكتور هنري كيسنجر لإسرائيل. طبعا ده نوع من الاستهبال يعني الفاضح، يعني اللي هو يعني ايه وزير سابق عمل وعد ما نقدرش نتخلى عنه، يعني الغربيين هم أساتذة الانقلاب في السياسة والتنصل من الوعود. فطبعا الأمير فهد حاول ان هو ايه
يعني بيقول له خلاص بقى كيسنجر ذهب بخيره وبشره، ف يعني خلينا ندور على المصلحة. قال له ما هي الدولة الفلسطينية دي ممكن تهدد أمن إسرائيل. فبيقول له طب إذا كان 20 دولة عربية مش عارفين يهددوا أمن إسرائيل، هل هتبقى الدولة الفلسطينية دي هي اللي بتهدد أمن إسرائيل؟ طبعا بداية أنت حين تطلع على هذا الموقف فيعني وحين تقرأه أيضا في ظلال ما نعيشه من طوفان الأقصى، فأنت ترى مشهدا غريبا. أولا لا شك أنه هناك حضور قوي لهنري كيسنجر، وإن كان طبعا صار شماعة يعلق عليها تنصل لرؤساء الأمريكان من مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. الحاجة الثانية أنه فهد كان يطلب اعترافا بالمنظمة اللي قيادتها علمانية مش إسلامية، ياسر عرفات. ياسر عرفات ومع ذلك حتى لما كانت هذه القيادة علمانية لم يرى الأمريكان أنهم في حاجة إلى الاعتراف بها، وربطوا الاعتراف بها بالاعتراف بإسرائيل. طيب فهل يعني هذا رد على الذين يعلقون مسألة الفشل على أنه الآن مثلا تبرز حركة زي حركة حماس أو أنه في نزعة إسلامية كبيرة؟ القصد هنا أنه حتى لما كانت القيادة علمانية وكانت مستعدة للاعتراف بإسرائيل أيضا لم يكونوا يحصلون على مكاسب. بل أن أخذوا فرصة أكثر من غيرهم، 60 عام هم قادة العمل السياسي في أقصد العلمانيين في للقضية الفلسطينية 60 عام. إحنا ممكن حتى نمدها قبل هذا أيام كان الإنجليز، لأنهم حتى هذه القيادات التي كانت تحت حكم الإنجليز لم يكن أغلبها إسلاميا، قصدي قيادات يعني المجتمع الفلسطيني التي تصدت له. لكن فتح مثلا من 65 إلى حتى أن مات ياسر عرفات وبالفعل لم يحصل اعترافا، فالمسألة لم تكن مسألة نزعة إسلامية أو نزعة إرهابية. الأمر الثاني أنه بيقول لك حتى الدولة الفلسطينية دي قد تكون متكئا يعتمد عليها الاتحاد السوفيتي لكي يهدد أمن إسرائيل. فأنت أيضا تنظر إلى مدى العظمة ومدى البطولة والفداء حين ترى حركة مثل حركة حماس الآن في قطاع غزة استطاعت أن تزلزل إسرائيل كل هذه الزلزلة وأن تصمد في وجهها كل هذا الصمود بدون اتحاد سوفيتي، بل وبدون ظهير عربي. يعني حتى هذه 20 دولة بدون ظهير عربي. ولا شك، وهذه يعني هذا أمر نذكره بالحسرة، شوف هو بيقول لك 20 دولة عربية غير قادرة على تهديد أمن إسرائيل. طب لماذا؟ هل يعقل أنه 20 دولة عربية إذا بالفعل كانت تملك الإرادة وكانت صادقة في انتمائها العربي والإسلامي لا تستطيع أن تهدد أمن إسرائيل؟ أم أنه هذا العجز هو في حقيقته عجز يعني مخلوط بالخيانة، لأنه هؤلاء لم يريدوا أصلا أن يهددوا أمن إسرائيل، لأن شرط دوامهم وبقائهم على الكرسي هو أن يحافظوا على أمن إسرائيل. وبالمناسبة يعني حتى في غير هذا الموضوع تجد قصدي في غير هذا الحوار تجد في هذا الكتاب مواقف طريفة جدا في موضوع القضية الفلسطينية. يعني مثلا بيقول لك لما حوصر ياسر عرفات في بيروت أرسل إليهم القذافي صاحبكم أرسل إليهم برقية يقول لهم يجب أن تدفنوا تحت أسوار بيروت وإلا فسوف يلعنكم التاريخ. وكان هنا وقعت الأزمة بين ياسر عرفات وبين حافظ الأسد. ياسر عرفات يرى أنه حافظ الأسد تخلى عنه. طبعا حافظ الأسد ده المقاومة والممنعة كلها يعني. احنا دلوقتي بنتكلم في 82 يعني أيام ما كان حافظ الأسد خطابه الوحيد هو خطاب أننا دولة مقاومة وأنه هؤلاء عملاء لإسرائيل، وكان يقتل الإسلاميين والإخوان المسلمين في بلده باعتبار أنهم عملاء للإخوان المسلمين. ومع ذلك لما حوصرت فتح والقيادة المنظمة كانت في بيروت في ذلك الوقت لم يمدهم بشيء، ومن هنا بدأت تضعف العلاقة بين حافظ الأسد وبين ياسر عرفات. هذا حافظ يراه ناكر للجميل وعرفات يراه لم يفعل شيئا. وغازي القصيبي بيقول انه في هذه اللحظة بدأ عرفات يدرك انه يعني لابد من الاقتراب من المحور الامريكي. طبعا ده كلامه، لكن انا في ظني انه عرفات من قبل ذلك وهو رجل يلعب على كل الاطراف. فبيقول اتصل بالملك فهد
وصار يستغيث ويقول وفهداه أو وخالداه، لا 82 وخالداه، نعم. على أساس أنه هو يتصل بالأمريكان وأن هم يوقفوا يعني التمدد الإسرائيلي. طبعا من الأشياء اللطيفة جدا أيضا المساجلات التي كانت تحدث بين الحكام في القمة العربية، قمة فاس في المغرب، وإزاي الملك الحسن الثاني كان يريد أن يفرض سطوته على الجلسة. هنا بالمناسبة من الأشياء الغريبة اللي أنا شخصيا اكتشفتها ولم أكن أعرفها قبل ذلك، إنه الملك فهد كانت له مبادرة شبيهة جدا بالمبادرة العربية التي أطلقها الملك عبد الله سنة في قمة بيروت 2003، أطلقها سنة 81. وهي فيها الاعتراف بإسرائيل مقابل الدولة الفلسطينية، لا فيها الاعتراف بإسرائيل من كل الدول العربية مقابل انسحابها إلى خطوط 67 وبدء عمليات التطبيع. غازي القصيبي حتى بيقول إنه هذا التصريح كان تصريح مزلزل، وكان كل ما حد يحب يوضح المسألة يجي الملك فهد ويروح يصدر إيه يعني يصدر التصريح ينفي تفسير هذا المسؤول السعودي. يعني إذن هو بقى يحاول أن يعني يكون غامضا في تصريحاته واعترافه بهذه المبادرة، ولكن أيضا نريد أن نعرف موقف العرب وخاصة ياسر عرفات من هذا التصريح، تصريح فهد في تلك الفترة في 82. نعم في 82، لكن دعنا نكمل هذا الحوار بعد فاصل قصير. بسفر الحياة دروس عظم تفيد اللبيبة تزكي العمر، لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا الوطن. بسفر الحياة دروس عظم تفيد اللبيبة تزكي العمر، لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح ونالوا الوطن، ما الجميع ويبقى الآثار. إذن فهد كان مع أنه هو الذي طرح هذه المبادرة، وهي مبادرة الاعتراف بإسرائيل مقابل انسحابها إلى حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية، ولكنه مع ذلك يحاول أن يتلاعب في قضية عدم التصريح بمضمون هذه المبادرة. هو أنا ما لفت نظري في هذا أنه يعني السعي السعودي إلى التطبيع قديم لا يرجع إلى المبادرة العربية التي كنا نظنها في قمة بيروت 2002 و2003، بل يرجع إلى 40 سنة من هذه اللحظة أو 43 سنة يعني من هذه اللحظة التي نتكلم فيها، أنه كان في مبادرة بالاعتراف بإسرائيل من جانب كل الدول العربية مقابل أن ترجع إلى حدود 67، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن إسرائيل نفسها لا تقبل بهذا العرض المعروض عليه. لكن هنا الموقف الطريف أنه هذا الكلام هو فهد أطلقه في سنة 81. سنة 81 لو احنا نستدعي الخريطة هنلاقي صدام حسين يقاتل إيران، وطبعا كان معتمدا على الدعم السعودي، فرغم أن صدام حسين صاحب الجعجعة الكبيرة جدا ضد السادات وإن كان محقا في كلامه، لكن أول ما المسألة طلعت من فهد بقت إيه ينفع يعني نسكت عليها ويا جماعة ما تحرقوناش، وبقى هادي ولذيذ في رفض الموضوع لأنه يعني يحتاج إلى الدعم السعودي. بينما الذي كان مستأسدا هو حافظ الأسد، حافظ الأسد كان حليف إيران منذ ذلك الوقت، وكانت يعني كان مسألة التعلق أو رفض إسرائيل هذه هي خطابه الوحيد الذي يستند إليه. عرفات كعادته في اللعب على كل الأطراف، هو شوف الواحد لما بيبقى قوي وذو إمكانيات يستطيع أن يلعب على كل الأطراف، لكن لما تبقى ضعيف وتحاول تلعب على كل الأطراف لا تستطيع أن تحقق شيئا. فعرفات كان يأتي إلى السعوديين ويقول والله أنا بنفسي موافق على هذه المبادرة، لكن لازم أعرضها الأول على الجماعة عندي في منظمة التحرير، ويروح لمنظمة التحرير يقول لهم ايه وانا رأيي الشخصي مهم، اصلا انا رأيي الشخصي مش مهم، اهم حاجة ايه رأي القيادة. فيفضل يعطي هؤلاء من طرف اللسان حلاوة ويعطي هؤلاء من طرف اللسان حتى حلاوة. بورقيبة كان له نفس الرأي في هذا. ده بورقيبة كمان كان ايام عبد الناصر، يعني قبل عبد الناصر كان له رأي اخر. طبعا انت عارف بورقيبة كان شايف نفسه فيلسوف كبير
فبرقيب والله كثير هم كلهم شايفين فلاسفة كلهم فلاسفة وفي الكتاب أيضا بعض هذه المواقف يعني برقيبة من أيام عبد الناصر اللي هو أيام أن كان محدش يجرؤ على الحديث عن الاعتراف بإسرائيل كان بيقول له برقيبة بيقول لغازي القصيبي في أحد الحوارات بيقول له عبد الناصر ده نكبة الأمة العربية أنا أصلا اقترحت عليه قلت له بدل ما هي إسرائيل عمالة تتوسع هذا التوسع إيه رأيك تعالى نعترف إحنا بقرار التقسيم فكأنه إذا اعترف بقرار التقسيم يلزم إسرائيل بأن لا تتجاوزه فعبد الناصر أراد إحراج الحبيب برقيبة قال والله فكرة كويسة ويعني أنت إيه رأيك ادعمها في المؤتمر القادم في الأردن وأنا سأكون أول من يؤيدك أول ما راح طرحها في مؤتمر الأردن كان عبد الناصر أول من هاجمه وخونه وقال فيه ما لم يقل مالك في الخمر فهو يعني لو تتذكر يا مولانا في كنا تناولنا في الموسم الأول من هذه المذكرات في مذكرات إبراهيم غوشة منذ الخمسينات يعني هو إبراهيم غوشة حكى عن مؤتمر جرى في القدس مؤتمر الإخوان المسلمين في القدس خطب فيه سيد قطب وخطب فيه محمود الصواف وسيد قطب منذ ذلك الوقت قال إن الجيوش العربية لن تحرر فلسطين محمود الصواف قال إن اليد التي ستمتد بالسلام إلى إسرائيل سنقطعها يعني الضمير الإسلامي كان منتبها إلى أن حكام ذلك الوقت في الخمسينات في الخمسينات كانوا لن يحاربوا إسرائيل وأيضا لن يفكروا يعني سيفكرون في إنشاء السلام معها وهنا أيضا من ضمن الأمور الطريفة التي ذكرها في غازي القصيبي فيما يخص القضية الفلسطينية بيجن العلاقة بين كارتر وبين بيجن وبين السادات فكارتر جاء هو طبعا بيقول ايه بيقول يعني يا سلام كارتر ده زار المملكة مرتين وانا كنت موجود المرة الاولى كان جاي وهو رئيس فكان عدد الوفد المرافق له بالمئات المرة الثانية ما كانش معاه غير 4 بس ومع ذلك لما جلس يتكلم فبيقول بصراحة بيجن كان التعامل معاه صعب وما كانش اصلا عايز يوقع الاتفاقية اللي هي اتفاقية السلام اللي هي كانت اولها اتفاقية كامب ديفيد وأنا حتى كنت بحاول أضغط على معاونيه من خلفه وفي الآخر لما وقع الاتفاقية راح فسرها تفسيرا مختلفا وسلخها من معناها وما عملش حاجة وفي الآخر عمليا الحكم الذاتي الفلسطيني ده مش هيبقى له معنى طب والسادات قال لا 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 السادات ده كان راجل جميل وراجل معتدل ويعني لطيف والتعامل معاه سهل كل ما يريد نعم يعني انت لما تقرا مذكرات من رافقوا السادات في ذلك الوقت لو زي بطرس غالي وزي محمد كامل ابراهيم و يعني وزراء الخارجيه فتجد رجلا يعني ايه سايب الوفد المرافق له خالص وايه وعمال يتفق مع نفسه وبعد كده كارتر اول ما خرج من الرئاسه وذهب الى زياره اسرائيل بيجن رفض ان يتكلم معه في اي امر سياسي رفض يعني هو طبعا كارتر هو طبعا بيجن شايف ان كارتر خلاص ما لهوش لازمه يعني رئيس سابق يعني فيعني اوجع دماغي ليه بالكلام معاك في اي امور سياسيه بينما طبعا كان ايه بيتكلم مع يعني يظل العرب يعاملونه وهو رئيس كانه رئيس سابق يعني لكن يبقى كما يقول ان السادات يقول عن السادات انه لم يعطي أو لم يفرط في الحقوق العربية. دي برضو من الإيه من الحاجات الدبلوماسية اللطيفة. كارتر بيقول إنه السادات على غير ما يشاع عنه لم يفرط في حقوق العرب الأساسية. فغازي القصيبي يعلق ويقول أما إنه السادات كان شخصية سهلة ولذيذة في المفاوضات معه فدي حاجة الكل متفق عليها. أما إنه لم يفرط في حقوق العرب الأساسية فهذه فيها قولان يعني مش مصدقه. بس هو الحقيقة برضو أنت لما تبص في العبارة هو يعني هي أصلا كلمة حقوق العرب الأساسية دي يعني إيه؟ ما هو في الآخر كارتر ما ينفعش أيضا يصف السادات بأنه كان رجلا مفرطا وإلا مش هيبقى هو كوسيط تفاوض له لازمة يعني دلوقتي إذا كنت أنا وسيط تفاوض واعترفت بأن فلان كان خانع تماما يبقى أنا إيه لازمتي كوسيط تفاوض فهو لازم برضو يعطي السادات قدرا من المصداقية لكن هذا يعني من الكلام الذي لا ينبني عليه عمل يعني طيب هنا لما يتحدث على كارتر يقول ربما هل ترى بأن هناك تلميح خفيف أو خفي في إدانة النظام السعودي التي فتح مع كارتر
مواضيع سياسية بدون عندما بيغن يعني لم يرضى لنفسه أن يفتح أي موضوع سياسي، لكن عندما زار السعودية كان هناك مواضيع تتعلق بالسياسة وكأنه رئيس قائم. والله إذا يعني إذا حللنا نص غازي القصيبي باعتبرنا نتعامل مع أديب وروائي وقد يستخدم الرمز وقد يستخدم التلميح، فربما نجد في عدد من المواقف التي ذكرها نوع من الإدانة الخفية لسلوك النظام السعودي مع الأمريكان. لكن أنا أرجع وأقول هذا من التحليل الإيه؟ التحليل المتعمق الذي يحفر فيما وراء النصوص ويلتقط إحاءات الكلام، لكن صريح قوله ليس كذلك. لما التقط أيضا موقف كارتر من المستوطنات وأنه أبدأ انزعاجه من هذا، ما هو الغربي بعد ما يطلع من الوظيفة يتحول إلى باحث محايد ويعني يتكلم بتعاطف مع الحقوق العربية وهكذا. فهو من اللطيف فغازي القصيبي بيقول له يعني هو سمع من كارتر انه بصراحة السياسة الإسرائيلية دي سياسة سيئة، وبالتالي المستوطنات هتبقى أمر واقع وهيبقى الحكم الذاتي الفلسطيني كلام بلا معنى. فبيقول له طب انت محتاج تقول الكلام ده للأمريكان؟ قال له طيب ان شاء الله هقول لهم يعني. وبعدين يعلق غازي القصيبي ويقول لماذا لا يكتشف هؤلاء الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. أنا في تقديري هذا ليس نوع من اكتشاف، هذا نوع من المجاملات الدبلوماسية التي لم تعد تجدي نفعا، يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. نعم، ينقل رد بورقيبة على طلب وزير له أيضا، هذه من المواقف مع الرؤساء وطبيعة كيف يتعامل الرؤساء مع الوزراء في حكوماتهم. دعنا نستمع إليه. ذهب إليه بورقيبة أحد وزرائه وطلب منه أن يقبل استقالته من العمل نظرا لمرضه وتقدمه في السن، ورفض الرئيس بإصرار. قال له إنه لو مات كمواطن عادي ودفن كمواطن عادي فلن يشعر بموته أحد، أما إذا مات وهو وزير وشيع إلى مقره الأخير وهو وزير فستكون هناك وحدات من القوات المسلحة وموكب مهيب، أي أنه سيموت بما يليق به من تكريم. الرئيس يريد أن يحيا رئيسا ويموت رئيسا، هذا هو قدره. والوزير يريد أن يحيا وزيرا ويموت أيضا وهو وزير. أنا كنت فكرت يعني استخلص من هذه المذكرات مقال كده مثلا بعنوان الرؤساء المجانين. هو من ضمن الكتاب الذي ذكره أنت عندك عدد من صور الرؤساء والملوك المجانين حقيقة. يعني الفقر دي فقرة لطيفة في إيه؟ أبو جيبة أنا وهرائي مثلا هو هذا قضى. الحبيب بورقيبة بيقول لك جاءه وزير بيقول له أنا خلاص تعبت يعني كبير في السن، كبير في السن وزير وكبير في السن وخلاص تعب عايز يستقيم من الوزارة. قال له أنت هتستقيم من الوزارة ليه؟ أنت دلوقتي لو استقلت من الوزارة ورحت البيت ومت هتموت عادي ومحدش هيدفنك، لكن أول ما تموت وزير يبقى عندك جنازة عسكرية ويعني والإعلام فالمهم يعني رفض استقالته لأجل هذه الأسباب. أنت حين تنظر في هذا العقل الذي تكلم بهذا الكلام، طبعا تدرك أن الحبيب بورقيبة هو نفسه رغم تقدمه في السن ورغم أمراضه الكثيرة، طبعا ما روي عن الحبيب بورقيبة في أمراضه الكثيرة يعني فضائحيا يعني حتى كان لا يمسك نفسه من التبول ونحو هذا يعني، وبلغ بالزهايمر وسقوط سقوط الأكل من فمه يعني هو بلغ من الكبر عتية وخلاص صار غير قادرا على إدارة شأن نفسه لا إدارة البلد. ومن تدبير الله أنه أصلا انقلب عليه زين العابدين بن علي، يعني هو لم يمت رئيسا لم يمت رئيسا. لكن العقل الذي يعني ايه يتمسك بهذه المظاهر السلطوية ويستمسك بها حتى لا يرى أنه يجب أنه ينبغي للوزير أن يستقيل، لأنه إذا استقال سيفوت على نفسه فرصة موته وزيرا. وكأنه هو يريد أن يلاحظ. طب وأنا متخيل يعني هو مثلا لما يموت وزيرا سيذهب إلى الآخرة برتبة الوزير مثلا. وعلى كل حال فهو بيقول أنا يعني لما كنت أزور بورقيبة كان يدعي ويتصنع أنه مريض. هو بيقول بورقيبة كانت عنده نظرية، النظرية أن الشعب بيمل من الرئيس، فأول ما يحس أن الشعب مل من الرئيس يروح يعمل نفسه عيان ويختفي ويترك السلطة بيد وزرائه.
بدأ الشعب يتململ من الوزراء والفساد، يعود الرئيس ويزيل الوزير ويحملهم مسؤولية الفشل الذي كان في الفترة الماضية، ويتولى هو بنفسه إصلاح ما أفسده. وطبعا بقى فكرة أنه إيه يعني واخد منصب الرئيس الزعيم الفيلسوف القائد الذي له توجيهات، بيقول لك يفتتح التلفزيون الرسمي بتوجيهات الرئيس ويختتم البث في نهاية الليل بتوجيهات الرئيس، وهو شايف نفسه يعني ايه هو الاول والاخر فيما يخص تونس على الاقل. يقول لك انا الذي حررت المرأة التونسية، انا الذي نقلتها من انها كانت سلعة تباع وتشترى الى ان صارت ذات قدر ومقام، انا الذي الغيت تعدد الزوجات. ايه ليه يعني تعدد؟ وبعدين انا يعني انا اصلا خلاص وفسر القران طبعا بتفسيره هو، واخذ من قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بانه ايه فيه تعدد، وكانه 1300 سنه قبله شرط لا يمكن تحقيقه، فبالتالي يمنع وكل الباقيين دول مش فاهمين حاجه. وبرضه مساله الصيام، لا احنا دلوقتي محتاجين يبقى عندنا طاقه وجهد وعمل، الصيام ده مثلا ينفع ايه في المجتمعات القديمه. يعني اشياء كثيره مما يعني ايه علاقه الحجاب بالفضيله؟ ده مثلا ده راي بورقيبه، ايه علاقه الحجاب بالفضيله؟ الحجاب ليس له علاقه بالفضيله. ممكن المراه تبقى محجبه وغير فاضله، وممكن تبقى فاضله وسبحان الله وغير محجبه. هذا الكلام من اكثر من طاغوت يعني الان اتواصوا به، بل هم قوم طاغوت، فهم يكررون مثل هذه بس هو شوف هنا الفكره، يعني مثلا مساله الحجاب والفضيله دي هو بيقول لك ما فيش علاقه بين الحجاب والفضيله، قد تكون المحجبه غير فاضله وقد تكون الفاضله غير محجبه. طيب حتى لو سلمت بهذا، طب ما تحجبهم كلهم يعني لماذا لماذا انحزنا الى ان يفرض عليهم خلع الحجاب؟ طب اذا كان ده لا يدل على دوله، ما تسيب يا سيدي اللي عايز يعمل، اللي عايز تلبس تلبس، واللي مش عايز تلبس ما تلبسش، لكن هو يفرض عليهم الخلع ويتحجج بمثل هذه الاباطيل. فانا بقول لك الحبيب بورقيبه احد النماذج، لكن هو مثلا كان له أيضا سجالات مع القذافي. القذافي كان له علاقات بالسعوديين، كلما ضعفت أو انهارت يعني يذكر أنه يرسل وفدا يطلب الصلح. طيب كلما تحسنت يروح طالع بتصريحات إيه تهدم هذا الصلح وترجع به إلى الأول. فبيقول فأحد المرات كان عامل احتفالات بذكرى الفاتح، واستدعى الملك وولي العهد، وذهبوا في وفد كبير وظلوا في العرض العسكري الذي يصنعه القذافي 10 ساعات. 10 ساعات هم قاعدين بيشاهدوا العرض العسكري. وبعدين دخل القذافي في حوار مع يعني مع الوفد السعودي، وكان فيهم الشيخ، لا سبحان الله نسيت اسم الشيخ الان الذي كان موجودا، لكن القذافي بقى ايه اخرج ابداعاته انه بياخذ بالسنه العمليه وما ياخذش بالسنه القوليه. وانه شايف انه التاريخ الاسلامي يجب ان يبدا يا اما بمولد النبي يا اما بوفاه النبي. طب ليه يا استاذ قذافي؟ اصل الهجره دي حاجه مش مهمه، الحاجه المهمه هي المولد او الوفاه بس. وبعدين هو مين اللي عمل كده؟ مش عمر بن الخطاب؟ انا يعني هو اجتهد وانا اجتهدت. بقول حتى الراجل كان هيتجنن، هيقول انت عامل زي عمر بن الخطاب. وهكذا في ابداعات كثيره وطويله من طيب ما الآن لو نجمل معضلة الأمة مع هؤلاء المستبدين. معضلة يعني أنا أستطيع أن ألخصها مثلا في أمرين. الأمر الأول أمر عام يشمل كل البشر، وهو أنه التطور التقني والعلم الحديث جعل السلطة أقوى بكثير جدا 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 من المجتمع. يعني الأزمنة القديمة كانت السلطة أقوى من المجتمع لا شك، لكن بالنهاية أقوى من المجتمع إزاي؟ يعني عندها خيول أكثر، عندها فرسان أشد، عندها سيوف يعني أحد. إنما بالنهاية نفس أنواع الإيه؟ الأسلحة. إنما الآن الفارق ضخم جدا بين السلطة وبين احتكار السلاح، احتكار الدولة للسلاح. وهذه أزمة على الكل، يعني هذه أزمة يعاني منها الأوروبيين ويعاني منها الصينيين ويعاني منها الجميع. والأوروبيين احنا دلوقتي مش شايفين، بس المجتمع الأمريكي ربما
أكثرهم توازنا في هذا؟ لأنه الشعب يملك قرار السلاح. بس القصد الآن الأوروبيين والغربيين بشكل عام لا يشعرون بهذه الأزمة، لأنهم قادرين على أن يبقوا مجتمعهم في رفاهية بما يسلبونه من أموال بقية العالم. لكن تصور كده أن الغرب سيعيش على موارده هو فقط، وستنشأ فيه أزمات الفقر. لا شك ستظهر في الغرب في ذلك الوقت أزمات الاستبداد، وسيكتشف المجتمع الغربي أن هذه الديمقراطية لم تكن إلا غشاء رقيقا، وساعة إذن حين يستبد بهم ملوكهم سيقعون في نفس المعضلة التي تقع فيها كل الشعوب حول العالم، خصوصا وأنه أصلا الأوروبيين يعني خرجوا من الاستبداد منذ 200 سنة، يعني مش ليس. لكن الأمر الثاني الذي يخصنا نحن وهذه معضلتنا، إنه حقيقة لم يعد المجتمع الإسلامي العربي يفرز حكامه. القوة التي تمتع بها الغربيون، قوة النظام العالمي، مكنته من أن ينصب علينا حكاما ينتمون إليه ويوالونه، وهو يدعمهم بقدراته وخبراته وآلاته وجيوشه. وبالتالي فصارت معضلة الأمة الآن هي إنه الاستبداد والطغيان صار شيئا واحدا، يعني الطغيان صار طغيانا مركبا مسنودا بالاحتلال، والاحتلال صار مسبوقا بخط دفاع متقدم من الطغيان المحلي. ولأجل هذا فحتى حين يحكمك مجنون ومخرف ويقول من الكلام ما هو هذر وما هو خطل وما لا يعقل، فالأدوات التي يمتلكها المجتمع مع الأسف ليست الأدوات التي تمكنه من مقاومة هذا الطغيان. ويدفع في ذلك دماء كثيرة جدا، وأضف إلى ذلك العقد النفسية التي يصاب بها هؤلاء الحكام طبعا تزيد الطين بلة. نعم صحيح. مع الأسف في كتابه هذا عدد من من هذه المظاهر. حتى بورقيبة عندما كان يتحدث عن بعض وزرائه إن هو يقول أنه يملك أقل ذكاء من الحمار. هو بيقول أنه بورقيبة لما يشعر به من التمكن كان لي كل ليلة أو كل فترة يعني حوار خاص على التلفزيون، ولكان يصرح فيه بما يجوز وما لا يجوز. زي مرة قال أنه رئيس وزرائه عنده درجة ذكاء تشبه درجة ذكاء الحمار. ومرة أخرى قال أنا أصلا شكيت في ابني ده، ما كنتش متخيل أن أنا أقدر أخلف. طيب أشياء كثيرة. طيب هذه لا تنتهي الحقيقة، طرائف الحكام وغرائبهم والعقد النفسية، لكن أيضا حتى الأفارقة كان لهم نصيب في هذا، ومنهم عيدي أمين كان له أيضا بعض الطرائف. دعنا نستمع لهذا الاقتباس. إسلام عيدي أمين فيما يبدو فيه الكثير من التحرر، فهو لم يمنعه من البوهيمية في علاقاته النسائية ومن الحفلات الصاخبة. وعند زيارة الملك فيصل لأوغندا أحضر عيدي أمين مجموعة من الفتيات المراهقات يرقصن على أنغام الطبول ويرددن إنا أعطيناك الكوثر. كان الملك فيصل يحاول أن يحول بصره عن المشهد، بينما كان عيدي أمين سعيدا لأنه اعتقد أنه قدم لضيفه مشهدا إسلاميا. كان جاب له فيلم الرسالة ممكن كان عيدي أمين طبعا هذا دكتاتور أوغندا المشهور. هو طبعا زيارة عيدي أمين للسعودية دي زيارة كلها طرائف. أحد الفصول اللطيفة يعني في كتاب غازي القصيبي. بالمناسبة من الحكايات اللطيفة التي يعني حس أن احنا في قناة بث في ليبيا، القذافي لما كان في زيارة إلى السعودية، ودي كانت زيارة إعادة المياه إلى مجاريها، بيقول لك أصرت زوجته وقريبتها أختها ربما أو ما شابه على أن تنزل إلى التسوق بدون حراسة وبدون إعلام مسبق، هي عايزة تشوف سوق الرياض يعني وتشتري منه شوية حاجات. فطبعا نزلت خلاص ما فيش حراسة وما يعني ما حدش منتبه إلى أنها مرات القذافي. فلما جاء وقت صلاة الظهر أو العصر، طبعا في أيامها كانت هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حين كانت يعني تغلق المحلات وتدعو الناس إلى الصلاة، فهنا وقعت أزمة، لأنه إيه الراجل بتاع الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده شايف واحدة قدامه ومش لابسة لبس السعوديين وكمان إيه مش رايحة تصلي، وكادت تنشب أزمة لولا أنه تدخل الحرس المرافق وسحبه.
يقول لك فاعتبر القذافي أن هذه إهانة شديدة وأنها إهانة مقصودة، وأصر على أن يعود الآن وفورا، وأن الزيارة بهذا الشكل تبقى انتهت. وهم يقولوا له يا يعني الأمر مش مقصود، ده الطبيعي اللي بيحصل في السعودية، المسألة ما كانش فيها ترتيب مسبق. المهم والقذافي إيه؟ مش راضي يفهم. يعني المواقف كثيرة، القذافي له حساسية مع ملوك السعودية خاصة. طيب كيف أقنعوه بالرجوع؟ قال له بص انت لو رجعت دلوقتي اكتر واحد هيشمت فينا السادات. وقتها كان عنده مشكلة مع السادات. قول لك فنزلت هذه الكلمة علي. خلاص افحموه. فابتلع اهانة زوجته المسبقة علشان بس السادات ما يشمتش فيها. لكن اشترط جلوس مع الشيخ بتاع الامر مرة. علشان يقعد يعني يجادله. المهم ارجع لعيدي امين. عيدي امين. نعم عيدي امين. لا خلينا في عيدي امين. الحقيقة العزف الوقت. عيدي أمين أحد الدكتاتوريين المشاهير، يعني كان يحكم أوغندا، وراجل أنتج فيلم عن نفسه وهو يصارع التماسيح. طبعا ده يفكرك ايه، انا عن نفسي برضه كانت معلومة جديدة بالنسبة لي. ان هو أنتج فيلم عن نفسه وهو اللي مثله. هو اللي مثل. هو بيمثله وهو بيصارع التماسيح. بقول لك يفكرك بايه مثلا، كان سعد الدين الشاذلي بيقول ايه، بيقول اول مره نشوف حاكم يصدر مذكرات وهو في السلطه. السادات كتب مذكرات وهو في السلطه ونشرها بقوه الدوله. طبعا احنا برضه شفنا الاستاذ عبد الفتاح السيسي هو بيعمل مسلسل الاختيار عن حياته وهو في السلطه. يعني المهم عيدي امين كان بدا ينهار امام يعني ينهار ويهزم، وجاء الى السعوديه طالبا مساعدات عسكريه سريعه. وعلشان يطلب مساعدات عسكريه سريعه طلب 1,000,000,000 دولار بشكل عاجل، وطلب دبابات وطلب سيارات وطلب بترول. يقول له طيب يعني، وبعد كده ايه شايف نفسه ضحيه الاسلام، ان هو الشيوعيين بيكرهوه عشان هو مسلم، المنصرين بيكرهوه علشان هو مسلم، والوثنيين بيكرهوه علشان هو مسلم، والدنيا والامريكان بيكرهوه علشان هو مسلم. هو اصلا ولا كان مسلم ولا كان يعني ايه مهتم بالاسلام. هو حتى بيقول لك ايه، لما حب يكرم الملك فيصل كده جاب له مجموعه بنات ترقص وهم بيغنوا ان اعطيناك الكوثر، استغفر الله. فهو بيقول لك حتى لما اول ما نزل من الطائره في السعوديه نزل وهو يرتدي لباسا غريبا، كان يظن ان هو ده اللباس السعودي، فهو يعني جاء بذلك يتقرب اليهم. ومع انه فعلا عاد بمساعدات، وكان ليه اقتراحات لطيفه برضه. بيقول على فكره انا عندي خطه جهنميه لهزيمه اسرائيل. ايه يا عم الخطه الجهنميه دي؟ قال احنا نطلع طيارات فيها ناس تتسلل الى المطارات الاسرائيليه، فيركبوا الطيارات الاسرائيليه ويضربوا الاسرائيليين. واصر على انه يقابل حافظ الاسد ويقول له انا برضو عندي خطه عظيمه لحمايتك. انا عندي مجموعه من الاقزام الافارقه. الاقزام الافارقه دول احسن ناس لحمايتك، لان انت ينفع تخبيهم تحت الترابيزات وينفع تخبيهم فيطلعوا لك بشكل يعني كان عبيط يعني في هذا. لكن حتى عندما تم الانقلاب عليه لم يجد مأوى الا في السعودية. وهذه دائما السعودية تأوي رفاق الأمس مأوى الدكتاتوريات من المجرمين. مع الأسف الشديد لم تنفعه لا المساعدات السعودية وكذا، ولا طبعا المساعدات الليبية أيام القذافي. وهزم ولم يجد ملجأ بعد ذلك. أرسل له ليس فقط مساعدات، أرسل له رجال كبار في السن من المقاومة الشعبية على اعتبار أنهم صاعقة وكذا، وأرسل معهم أيضا قوات، بعض القوات الصاعقة، وانتهوا في غابات أوغندا. لم يغني عنه شيء. نعم حتى قضى عليهم يعني مجرد. ملف القذافي طويل وكبير ولا يمكن استيعابه في هذه الدقائق. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع شخصية أخرى بعون الله في برنامج وهيبقى الأثر. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسفر الحياة دروس عظم تفيد اللبيبة تزكي العمر، لنا عبرة في تجارب من سعوا للنجاح.